بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نواصل في الشابتر 2 المقطع السابع نشوف فيه اللي هو boundary اند initial كونديشن نشوف منهم boundaries ثاني هيت سبيسيفايد هيت فلكس boundary كونديشن طبعا دائما قلنا انه عندنا هذه المعادلة او اي معادلة اخرى لازم لنا الباوندري كونديشن علشان نجيب الحل مثلا من الباوندري كونديشن the هيت فلكس ان ذا بوزيتيف اكس دايركشن anywhere intermediate including the boundaries can be expressed by احنا نعرف انه conduction يساوي minus k في a دلتا t لكن دلتا t هذه عند اي x مثلا لما تكون ال x تساوي صفر هنا نقول انه نحن نعرف انه ال q هذه اللي هي الفلاكس الموجودة هنا هي نفسها اللي حتجتاح هذا الميديوم كله اذا ممكن نقول انه عند مثلاً ال x يساوي إنها تساوي مثلاً خمسين أو تساوي كي زيرو مثلاً هنا عند ال الثاني أو نقول عند ال l إنها تساوي مثلاً عاينس خمسين. فهذا boundary condition حيساعدنا أصلاً في حل المعادلة اللي عندنا. نوع آخر من boundary condition اللي هو نقول له هنا special case اللي هو insulated boundary. Our insulated surface can be modeled as a surface with a specified heat flux of zero. لما يكون عندنا في عازل زي الطبقة هذه اللي عندنا هنا عازل فمعناها ما في حرارة حتنتقل في هذا الاتجاه إذن حيكون الـ Q تبعها تساوي صفر في هذه الناحية ما في Q إذن اللي هو ماينس كي دلتا تي أوفر دلتا X عند الـ x=0 هنا عند الـ x تساوي 0 تساوي صفر طبعا مادام تركية ثابتة فنحن ممكن نقول مباشرة إنه دلتا t عند x تساوي صفر on an insulated surface the first derivative المشتقة الأولى للتمبرتشر with respect to the space variable مثلا لل x هنا تساوي صفر in the direction of normal to insulated surface is zero ما ممكن تيجي تقول ان الكيو كاندكشن اللي في هذا الاتجاه انها تساوي صفر لا في هذا الاتجاه بس لاحظ هنا عندي تو باوندري كونديشن في هذه الحالة عندي هنا انسوليشن يساوي صفر وعندي هنا سبيسفايد تمبرشر مثل اللي اخذناها قبل فهذا تو باوندري كونديشن يساعدونا في حل هذه المعادلة هلا في عندنا كونفكشن باوندري كونديشن لاحظ الهيت كوندكشن اللي جاي من هذه الناحيه اللي موجوده في الميديوم هذه تساوي الكونفكشن ليش لانه لاحظ نفس الهيت اللي تنتقل هي حتمر من هذه الناحيه ناحيه الكونفكشن هنا تمر عبر الميديوم وتروح للناحيه الثانيه اذا هنا في عندنا عند الاكس تساوي الصفر ممكن نقول ايش هذا قانون نيوتن المعروف نيوتن اوف اذا هذا الكوندكشن داخل الميديوم هنا يساوي الكونفكشن في هذه الناحيه لاحظ هنا عندي h 1 و تي انفينيتي 1 هذول معروفين فيلزمني بس اني اعرف هذا الباوندري Condition T عند الزيرو ومشتقتها عند الزيرو عندي نفس الشيء في الطرف الثاني الكوندكشن الكوندكشن يساوي الكونفكشن الكوندكشن هنا يساوي الكونفكشن في الناحيه الثانيه H2 T-Infinity 2 t انفينيتي 2 اذا هذا الباوندريز هي اللي تساعدنا في ان نحل نجد الثوابت الموجوده في المعادله اللي عندنا اصلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته